الله، الرحمة والخلود للشاعر والفنان صباح الهلالي، هذا الشاعر المهم، صوت الفقراء. ألف رحمة على روحه. كان يعني أقرب شخص إلك، وأنت وفي حقيقة قريب. تروح للنجف، أنا دائما أشوفك ما عفت لحد الآن. بعد قريب إلى قلبي، وهو ما مات، هو رحل بس ما مات. أكو غصة بقلبك؟ إيه طبعا، الحمد لله والشكر. يعني زين، أكو يقولون متوفى أنتم كنتم زعلين أو هيك شيء؟ يعني هذا لغط. ما نريد نتطرق عليه، وحتى ما نعكر أجواء المشاهدين. يعني هذا الموضوع إذا يخدم المشاهد نسولف فيه، وإذا يخدم البرنامج نسولف فيه. سؤال باختصار. لا هو يعني، أو إذا ما يخدم براحتك، تحس أنت ما يخدم أحد؟ إيه طبعًا. إحنا هم الشيء ما بي فائدة المشاهدين. ما مساني قريب للحور. إحنا نقرأ على الفاتحة هسه. آمين يا رب. نقرأ الفاتحة، هاي كلش كافي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد، هاي كلش كافي. احنا بنستعرض صورته في سبيل الذكرى ونقرا للفاتحة. لا اريد نبكيك ولا اريد نهيج المواجع ان شاء الله. ما تفقدون عزيز.